نسألك شوية دي كيستيون بعثوهم العباد. ديجا جاوبت على أول سؤال أنت، مؤيد عبد الواحد قال لك شكون أوبلاك ولا أديسون؟ قلت بيكيري عجبك. أليسون بيكير. مؤيد عبد الواحد قال لك أنا هي أحسن سيزون عديتها. ان صار احسن سيزون عديتها وين جيتي بيان في شاتولو. إدريس السوسي، شنو هي جمعيتك في تونس؟ الناس كل تعرف ليتوا. نعم، انا قلت الملكية، حكيت على الكيستيون هذه، نحب ليتوال ونحب ليسبيرانس، الزوج جمعية عجبوني. أبو زوز كيفاه؟ نو الزوج جاجبوني خاطر ليتوال، خاطر الفاميلي نتاعي من مساكن، وكلهم يحبوا ليتوال مساكن، وما ولد الشامخ يحبوا ليتوال، دونك هيك معناتها باز اوبليجي نحبها. و دوبوي كو شاريف اون تونيزي نتفرج على ليتوال وكل شيء، على ليسبيرونس، وكيف عجبتني على الاخر، وعنده بوبليك مزيان على الاخر. محمد اسماعيلي قال لك شنو الوجهة القادمة نتاعك، وهل يمكن تجي تكون تونسية؟ حكينا عليها وجاوبنا فيه الموضوع. الناس كل الأغلبية يسألوا اسكو فما اوفر من الاسبيرونس، الناس كل تسأل تقريبا في نفس السؤال هذا. انا ما فماش مزيان، ما كلمونيش وما قالوا لي شيء، فما حتى بروبوزيسيون. باهي، فما شكون واحد آخر قال لك من فارس، لو كان يجيك اوفر من الكلوب افريكان تمشي ولا لا؟ لا علاش؟ خاطر نحب ليتوال وكلوب والاسبيرانس، ما نجمش نمشي كلوب، مستحيل مستحيل تلعب في الكلوب. مش واه سي با سي با مش كيف تعجبني فاشمون، مش ما نحبهاش، مي سي با اني كيف تعجبني معناتها فاشمون، كان جي تونس ولا ليتوال ولا اسبيرانس. بن هنية ليث قال لك اني نعرف اللي انت تحب ليتوال، اما نحب نسمعها من عندك في الديريكت. بقى نحب الاطوال. بيه بون ياسمين اسرا قالت لك سؤال بيرسونيل هذا، قالت لك اون كوبل ولا لا؟ لا لا، شان كوبل شان كوبل شان كوبل. بيه مضمض ياسمين. كان في ناس حسب رايك شكون اقوى جمهوري في ليكيب بريفيري في نيجيم؟ نفس السؤالات بس قاعد يتعاودوا. فما سؤال مختلف، علولو 77 قال لك شنو رايك في حمدي القصراوي؟ C'était un très bon gardien et c'est un très bon entraîneur de gardien. C'est un bon entraîneur.